جاكور بالضمان زي ما انتوا شايفين، والسيريال نمبر الخاص بالقطعة كامل جاكور انترناشونال جرانتي. جاكور كلر بتاعه لونه احمر يونيسكس جاكور اوريجينال ما شاء الله. كونديشن زيرو لوك، واحده من الازارات المميزه. جاف جنيه واحد ان شاء الله وبدون رجوع تشجيعا للمزايدين، وحاجه من الحاجات المميزه جدا لقطعه من اصدارات جاكور. حتى ده يخص بسياره معينه باي جاكور كارز ليميتد، يعني ده اصدار رسمي من شركه السيارات نفسها. ما شاء الله حاجه من الحاجات المميزه لجاكور بجرانتي الاصلي الخاص بالجاكور، وجنيه واحد ان شاء الله على البند، والبند بدون رجوع تشجيعا لكل المتابعين. وبدا مزايا دي هاوزنهم. لا هات، ما في حاجات رخيصه وفي حاجات كتير. هات هاوزنهم. يا باشا هات. القلم التحفة ده يا جماعة، ودي الكاميرا بتظلم الحاجة، يعني حقيقي بقى لما واحد يستلم الحاجة يتبسط أكتر من الكاميرا. ده 25 جرام وثلاثة، أنا لسه ما عملتش حاجة. ألف تمنمية وخمسين من حق الواحدة بتلتمية وسبعين جنيه، أقل واحدة بستمية. أنا كده الواحدة بستمية، تلتمية وسبعين جنيه الواحدة. أعلى مزايدة عندي حتى الآن في قلم جاكور 500 جنيه. خلاص يا طيب أنا هاخد ميزانهم بس وطير. 400 جنيه محبة. طب هات كده. 550. قول له. أنا مش عارف هو ليه. خد يا طيب. اكتب 12 جرام وربع عند المسرع. شوف أعلى مزايدة 500. ألفين وستين جنيه. وده محبة برضه. محبة الوقت. 500 هي أعلى مزايدة عندي حتى الآن. اكتب عند مستر عمرو. 26 جرام فضة. ماشي؟ غير اللي قبليهم، اللي قبليهم ده تركي. نزل كومنت وبلاش والله. يعني ما شاء الله عليكم النهارده اليوم يوم.